اللحظة اللي حضرتك ممكن ما ركزتش مع الإعلام الكتير والحاجات الكتير، جايز ما شفتش اللحظة دي، ولكن حبيت اللحظة دي تشوفها حضرتك معانا تاني. آدي الست فوق أهي، ارجع يا يوسف لو سمحت وهي طالعة. أيوه أقف هنا. طيب خلاص، حاول تجيب لي الفيديو بطيء. ارجع تاني، ارجع تاني. آدي الست موجودة أهي، سمعتك ضرب إطلاق النار، ضرب رصاص، إطلاق الرصاص عليها أهي، حضرتك شايف أهي داخل الكونجرس. بص بقى هيحصل فيها ايه، هي متعلقه فوق اهي، هي طالعه اهي. بص بص هيحصل فيها ايه، الحق ركز 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 ركز. اتضربت برصاصه، نزلت على الارض زي ما حضرتك شايف. المشهد يوم الاربع كنا بنعرض المشهد بس طبعا، لكن هوريك دلوقتي بتركيز اكتر. ادي اهي وقعت ماتت. ده امتى؟ داخل الكونجرس، ضرب بالنار. الشرطه الامريكيه، الشرطه المعنيه بتامين الكونجرس، عملت كده رصاص بالرصاص الحي. ما عندهمش هزار، امريكا بلد، ما ده بلد حقوق الانسان، بتكلمنا عليه حقوق الانسان وحريه الراي وحريه التعبير وكل حريات الحريات اللي بيتكلموا عليها، والحق في الحياه، والحق في الحق في الحياه. عملوا الحق في الحياه داخل الكونجرس، انه مواطنه متظاهره دخلت، حاكمها يا سيدي، حاكمها، انا ما بقولكش لا، حاكمها بالمناسبه اقتحم حاكمه. هو انا مع ده؟ ضد ده طبعا، ضده، ولكن بقول لك حاكمه، ما تقتلوش، ما تقتلوش داخل الكونجرس وهو متظاهر، بتقول عليه المتظاهر السلمي. وعلى الاخوان يقول لك دول متظاهرين سلميين، والاخوان ماسكين سلاح في كل حته في مصر وعربيات مفخخه في كل حته في مصر، بيقول لك عليهم متظاهرين سلميين. وادي المتظاهره السلميه الحقيقيه قتلت بالرصاص داخل الكونجرس الامريكي.